بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرض الآن لأحداث الأسبوع الثاني من البريجنانسي, the second week of pregnancy, the second week of intrauterine life. الحدث الأبرز في الأسبوع الثاني من الحمل هي ظاهرة جنينية اسمها implantation أو embedding أو التعشش. الاستراكشر الجديد اللي اتكون اللي اسمه البلاستولا, اللي هو عدد خلايا بدأت من 128 وفي تصاعد مستمر, والبلاستولا هي نفسها البلاستوسيست لكن لما عدد الخلايا وصل ل 128, والبلاستوسيست كانت موريولا ثم انفجرت الزونة بالبلاستا بتاعتها. اذا موريولا تنفجر الزونة باللوسيدا وتضيع تبقى بلاستوسيست. بلاستوسيست تكتر خلايا توصل ل 128 فقط بنغير اسمه الى ستراكشر الجديد اسمه بلاستولا. الامبلانتيشن التعشش, هذا الحدث الهام في الاسبوع الثاني. تعريفه بنقول it is a process او a process by which the blastula is searching for and making a house supplied with permanent nutrients to live in all over the remaining period of pregnancy. يعني هي عملية البلاستولا بتقوم فيها بالبحث عن مسكن مناسب مزود بوسائل تغذية مستمرة ودائمة على مدى الفترة الباقية من الحمل. عملية تعشش مراحلها تستغرق الأسبوع الثاني, يعني من بعد اليوم السابع لحد اليوم الـ14 تقريبا. في اليوم السابع بعد الفيرتلايزيشن يعني من بداية الحمل, البلاستولا المتكونة تتحرك فريلي in the uterine cavity لمدة يومين تبحث عن أفضل مكان تتعشش فيه, تعمل فيه implantation. وجدت ان هذا المكان بالتحديد هو الابر بار. طبعا هي تعشش فين؟ في الغشاء المخاطي المبطن لجدار الرحم اللي اسمه الاندوميتريوم. فين في الاندوميتريوم؟ في الابر بارت اوف ذا بوستيريور وول نير ذا فندس. ان قلنا الابر بارت اوف ذا يوتراس اوكي ببساطه, انما ده المكان على وجه التحديد. من اليوم السابع لليوم التاسع تبحث عن هذا المكان لتتعلق فيه وتصبح علقة. غالبا بتكتشف هذا المكان عند اليوم الثامن وتبدأ عملية التعشش. هتبتدي ازاي؟ في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والاثناشر تحصل احداث, هختصرها قبل ما اشوفها. في اليوم الثامن البلاستولا اللي قربت من ارض الاندوميتريوم هتبتدي تقرضها بسنانها. هي لها سنان؟ ايوه لها سنان, لها الجيش المقاتل المنتخب من شعبها اللي كان اسمه البلاستوميرز. خلاياها اللي اسمها البلاستومير انتخبت اشرس خلايا فيها اللي اسمها تروفوبلاست, والتروفوبلاست انتخبت خلايا اخرى صف من الخلايا الشرسه اللا اخلاقيه اسمها سينسيتيو تروفوبلاست. لا أخلاقية ازاي؟ لا, ليست لها أخلاقيات التكاثر, ليست لها أخلاقيات السل. أخلاقيات السل العادية لها حدود, لها سيل بوردر ولها سيل باوندري ولها انترسيلولار بوردر مع الخلايا التانية تتكاثر بالميتوزس, دي حدود الخلية. أما السينسيتيو تروفوبلاست فهو صف من خلايا تروفوبلاست ملوش أخلاق, لا يتكاثر بالميتوزس ولا يوجد له سيل باوندري, بل يوجد له أسنان وسكاكين تحمل ثلاث صفات: انفيزيف يعني مقتحم, انجستنت يأكل, دايجستنت يهضم. هذه البروبرتيز هتساعد السينسيتيو تروفوبلاست اللي هو الطبقة الخارجية من السيتو تروفوبلاست, تساعدها على أنها تقضم بأسنانها إحدى مناطق الإندوميتريوم في الأبر بارت أوف ذا يوترس وتعمل فيه إيه؟ تعمل فيه فجوة. ده في اليوم الثامن. في هذه المرحلة
البلاستو اللي كانت بلاستوسيست يعني وخلاها بقت 128 وبدأت تزيد، هتبتدي تتغذى على الخلايا الاندوميتريوم اللي ماتت واللي اتمزقت. في اليوم التاسع بعد الفيرتلايزيشن يعني في اليوم التاسع من الحمل، تتكون بعض الكافيتز الممتلئة بالدم والناشئة عن الاندوميتريوم الممزق بداخل السنسيتو تروفوبلاست، يسموها لاكيوني، مفردها لاكيونة، دي هيتغذى عليها من البلاستولا. في اليوم العاشر الفجوة هتزيد، الايرودد اندوميتريوم يعني الاندوميتريوم المتآكل اللي حصلت فيه فجوة هتزيد ويدخل البلاستيولا الداخل ويبتدي الاندوميتريوم يقفل على مين؟ يقفل عليها، يحصل له هيلينج، التئام مكونا سدة يعني بلاج اوفر على البلاستيول امبلانتد ستراكشر اللي هو البلاستيولا. في اليوم ال 12 تمت عملية الالتئام بنجاح وسدت الفجوة، حصل كومبليت هيلينج اوف ذا اندوميتريوم و البلاستولا بقت كومبليتلي امبيدد، تعششت في قلب الاندوميتريوم. عندها بعد استيلاء البلاستولا على الاندوميتريوم، زي اي واحد بيستولي على ارض جديده هيسميها باسمه، هيسمي البلاستولا بالاسم الجديد الديسيدوا. تعالوا نشوف الكلام النظري ده في صوره رسم. ده الاوفري وده اليوترس، واليوترس كانت له الاجزاء الفاندس، وده السيرفكس، ودي السيرفايكال كانال، وده اليوتراين كافيتي والاندوم، وده الفالوبيان تيوب، ودي الفاجينا الماسكولار تيوب المحيطه بالسيرفكس، وده اليوتراين كافيتي، والاصفر ده هو الاندوميتريوم الذي تجهز لاستقبال البلاستيولا، بلاستيلا او بلاستوسيست بعد ما خلايا وصلت 828، تجهز الان لاستقبال هذا الضيف الجديد. الضيف جاي، الضيف اللي هو البلاستيلا جاي ويتعشش، يتعلق بالابر بارت اوف ذا اندوميتريوم او في الاندوميتريوم بالابر بارت اوف ذا يوترس، يتعلق بيه ويبتدي بعد كده عمليه حفر الحفرة اللي هيعيش بداخلها. طيب، ويصبح في هذا المكان. تعالوا كده نمثلها بشكل تاني بقى. هنا ادي البلاستيولا بالسنسيتيو تروفوبلاست بتبتدي تعمل ايروجن للاندوميتريوم، تاكله فيه وتمزق خلاياه لحد وتبتدي تعيش على خلايا الاندوميتريوم. ده في اليوم الثامن. في اليوم التاسع الفجوة حصلت وخلايا الاندوميتريوم عملت فجوات دموية في السنسيتي تروفوبلاست، اتغذت على البلاستيولا. في اليوم العاشر بدأ يحصل التئام، او الاندوميتريوم بيلتئم، هيلينج يعني التئام للاندوميتريوم. في اليوم ال 12 تم التئام الاندوميتريوم واحتفظ بداخله بالبلاستيولا، اصبح الاندوميتريوم هو عش للبلاستولا، وبكده انتهت عمليه الامبلانتيشن. ده النورمال امبلانتيشن. اذا جينا نتكلم عن سمري للكلام ده كله، انا اقف شويه هنا نتكلم عن سمري، نرجع خطوه ورا. سمري للاوجينيسيس والفيرتلايزيشن والكليفج والامبلانتيشن من الاول خالص، من اول ما بدينا. تعالوا كده نعمل سمري لحد ما توقفنا في 3 دقائق، نلخص كل اللي فات. الاوفري بيتم فيه الاوجينيسيس. فين الاوفري؟ هذا هو الاوفري اللي هيتم فيه الاوجينيسيس. ادي هنا البريمورديال، ادي الاوجونيوم كبرت بقى برايمري اوسايت، بقى بريمورديال فوليكل، والدليل السنجل لير اوف فلات ابسيليوم فولكولار سيلز، بقت برايمري فوليكل، بقت هنا سكندري فوليكل، بقت جروينج سكندري فوليكل، بقت ماتيور جريفيان فوليكل، حصل اوفيوليشن وهربت الاوفم واستقرت في الامبيولاري بورشن اوف ذا فالوبيان تيوب. هنا السبرم حس بيها، السبرم جاي
ده الكوربس لوتيم بقايا الجريفين فوليكل. حصل الفيرتلايزيشن ودخل السبرم، فقدت الكورونا دياتا بقى زيجوت. الزيجوت يبتدي الكليفج بقى خليتين، وبدأت التيوبال جيرني المايجريشن بقى 4 بقى 8 بقى 16. هنا اهوت اللي هو المورولا عند الميديال اند اوف ذا فيلوبيان تيوب، هتبقى بعد كده بلاستوسيست او بلاستولا بعد ما فقدت الزونه باللوسيدا. وابتدي في اليوم من الاول يوم السابع تتحرك فريلي ان زيو تراين كافيتي سيرشنج فور هاوس تو ليف ان. لقيت ان الهاوس ده هو الابر بارت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا يوترس، واتعلقت فيه واصبحت هنا عتقه. ويبتدي الامبلانتيشن زي ما شفنا فين في الشرق الجزء اللي فات. ده كان ملخص سريع الاوجينيسيس والفيرتلايزيشن والكليفيج والامبلانتيشن. طيب ده كان النورمال امبلانتيشن، تعالوا كده نشوف ابنورمال امبلانتيشن. الامبلانتيشن الطبيعي في الابر بارت اوف ذا بوستيريور وول عند الفندس. طب لو حصل امبلانتيشن في مكان تاني، لو مكان تاني دخل اليوتراس يسموه بلاسينتا بريفيا. ده الاوفري ودي الانتستن ومربوطه في قناه فالوب بميزنتري. ده البودي اوف ذا يوترس، ده مكان النورمال امبلانتيشن. طب لو حصل امبلانتيشن في مكان اخر بداخل اليوترس هيسموه بلاسينتا بريفيا. يبقى البلاسينتا بريفيا يعني امبلانتيشن ان ذا يوترس، بس في غير المكان الطبيعي، مش في الابر بارت، في الوول هنا. فلو في اللاترال بارت لور بارت اوف ذا لاترال وول يسموه بلاسينتا بريفيا لاتراليز. لو في المارجن اوف ذا سيرفايكال اوس، السيرفايكال اوس ده السيرفكس ودي السيرفايكال كانال، فتحته من فوق اسمها انترنال اوس وفتحته من تحت اسمها اكسترنال اوس. لو الامبلانتيشن كان في المارجن اوف ذا انترنال اوس يسموه بلاسينتا بريفيا مارجيناليز. لو الامبلانتيشن كان واخد السنتر اوف ذا اوس هنا السيرفايكال كانال يسموه بلاسينتا بريفيا سنتراليز. دي الانواع الثلاثه بتاعت البلاسينتا بريفيا. يبقى اذا امبلانتيشن داخل اليوترس بس مش في المكان الطبيعي يسموه بلاسينتا بريفيا. طب لو امبلانتيشن بره اليوترس اصلا هيسموه اكتوبيك بريجننسي. الاكتوبيك بريجننسي يعني امبلانتيشن اوت سايد ذا يوترس، ممكن يكون في مكان من ثلاثه. لو حصل في الاوفري يسموه اوفيريان بريجننسي. لو حصل في التيوب يسموه تيوبال بريجننسي. لو حصل في الانتستين هيسموه ابدومينال بريجننسي. ده كان الابنورمال سايتس اوف امبلانتيشن. طيب اخر حاجه بقى في موضوعنا هنا، ده كان اليوترس، ده كان اليوتراين كافيتي اللي لونه اسود واللي لونه اصفر ده او برتقالي اصفر ده كان الاندوميتريوم. هنا ده اليوتراين كافيتي لونه اسود، وده كانت البلاستولا اللي عملت امبلانتيشن. عملت امبلانتيشن في هذا المكان، هتستولي على الاندوميتريوم وتسميه باسمها الجديد ديسيديوا. اذن الديسيديوا هو الامبلانتيشن، هو الاندوميتريوم افتر امبلانتيشن. الاندوميتريوم اللي بقى ديسيديوا له ثلاث اسماء او له ثلاث اجزاء. الجزء المواجه للامبلانت للبلاستولا هنا الجزء ده يسموه ديسيديوا بيزاليز. الجزء اللي في اللي في وش اللي في وجه اللي في وش مين؟ اللي في وش البلاستولا. طب اللي في ظهر البلاستولا بينه وبين اليوتراين كافيتي يسموه ديسيديوا كابسولاريز، عامل زي الكبسول. انما اللي على الضفه الثانيه من بحر اليوتراين كافيتي هنا ده بره يسموه ديسيديوا بره يتالز. ادي الانواع الثلاثه بتاعت الاندوميتريوم اللي اصبح اسمه ديسيديوا بيزاليز في مواجهه البلاستولا، كابسولاريز في ظهر البلاستولا، وكل من الديسيديوا بيزاليز والديسيديوا كابسولاريز واخده شط واحد. شط واحد يعني ضفه واحده من بحر من الاندوميتريوم اللي قاعد على شاطئ اليوتراين كافيتي. طب على الضفه الاخرى على الشاطئ الاخر يسموه الديسيديوا برايتاليز. كده نكون خلصنا الامبلانتيشن.